أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. يحدث اليوم هو برنامج خدمي وهدفه التواصل مع المواطنين، وبهدف التذكير بآلية التواصل مع المواطنين نذكركم بالصفحة المخصصة على الفيسبوك وعنوانها يحدث اليوم @facebook.com، وأيضا على الرقم المخصص للواتساب 0780-450-450. وأيضا يستقبل فريق الأعداد جميع الملاحظات والمقترحات والشكاوى على هاتف الأعداد 06-477-311. أعزائي المشاهدين، دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم نستعرض أهم ما جاء في حلقة اليوم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومن أهم الملاحظات التي وردت إلى الحلقة والمتابعات أيضا وأهم الأحداث اليومية، الأرصاد الجوية، الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة، وأيضا الغذاء والدواء تدابير محدثة لصرف حقن المضادات الحيوية المراقبة، وأيضا البنك المركزي يحذر من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الاحتيال، ووزارة التربية والتعليم توريد الكتب المدرسية لمستودعات الوزارة استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة والتجهيزات. وأيضا سنذهب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب 1700 مخالفة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية. وأيضا سنبقى في أجواء الانتخابات، أمانة عمان تزيل 8740 لوحة انتخابية مخالفة. وسنذهب إلى شفا بدران عدم وصول المياه في منطقة الكوم منذ 5 أسابيع. وأيضا سنذهب إلى كوفرنجة، مشروع صرف صحي في حي الشويات يلحق الضرر بالشوارع. هذه أبرز الملاحظات وأيضا القضايا التي وردت لبرنامج يحدث اليوم. فاصل ومن ثم ننتقل إلى أولى الملاحظات، كونوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، تدابير محدثة لصرف حقن المضادات الحيوية المراقبة. وأيضا المؤسسة العامة للغذاء والدواء اعتمدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير المحدثة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية، وبما يضمن الحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها. والحديث حول هذه التدابير وأهميتها ومتى سيتم تطبيقها ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الغذاء والدواء دكتور نزار مهيدات. صباح الخير. مساء الورد يا سيدي، أهلا وسهلا. الله يعطيكم العافية. يا هلا فيك. يعني هناك تدابير يعني هدفها وأهمها هي مصلحة المواطن، نتحدث عن هذه التدابير ومتى سيتم تطبيقها بإذن الله تعالى والعمل بها. يا سيدي شكرا بالبداية لك وللمستمعين. التدابير يعني هي مستمرة، يعني نعم. كل شيء ممكن نشعر فيه في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأنه يلبي مصلحة للمواطن الأردني نقوم ببيان رأي المؤسسة والتأكيد على التشريعات الناظمة في المؤسسة. نعم. المرة هاي بخصوص المضادات الحيوية، احنا المضادات الحيوية مشكلة عالمية حقيقة، انه يكون هنالك بعض الميكروبات مقاومة للمضادات الحيوية الموجودة. لذلك كان يعني مطلوب من المؤسسة بانه نأكد على آلية لصرف هذه المضادات الحيوية، وخصوصا اللي زي ما تفضلت انت المضادات اللي بتعطى عن طريق الحقن. نعم. اليوم لا يجوز اعطاء الحقن في الصيدليه. نعم. الحقن يتم اما في المستشفى او في عياده الطبيب. نعم. رحنا لمجال كمان اكثر دقه اللي هو تحديد المضادات الحيويه اللي تصرف في المستشفى ولا يجوز صرفها في عياده او في صيدليه. نعم. وأكدنا أيضا للنقطة الثالثة على أنه ضرورة توافر وصفة طبية مخصصة من قبل صاحب اختصاص أمراض العدوى، أنها تكون مكتوبة من قبله وتحمل معلومات المريض الكاملة لغايات التدقيق لاحقا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو الجهات الأخرى الموكلة من المؤسسة زي وزارة الصحة. نعم. أثناء حمل يعني التفتيش والتدقيق على صيدليات أو المستشفيات،
هاي المضادات اللي لا تصرف إلا بوصفة طبية ومن قبل أخصائي هي في غاية الأهمية وفي وضع حرج جدا اليوم عالميا في أنه يكون هنالك ميكروبات قد تعمل على مقاومتها لاحقا، وبالتالي يصعب حل المشكلة، يعني سيتسع الرقع على الراقع إذا كان هنالك مقاومة لهذه الميكروبات لأحدث المضادات الميكروبية أو الحيوية المتوفرة في الأسواق وتنتج في الشركات. نعم. فهي تدابير الهدف الرئيسي الحفاظ على مجموعة من المضادات الحيوية صالحة وفعالة للميكروبات، وسيبدأ تنفيذ هذه التعليمات واستخراج الوصفات الطبية اللازمة اعتبارا من 1/9 بإذن الله تعالى. نعم. يعني ما يعني هل هناك يعني بعض الأنواع من هذه التدابير حول نوع من أنواع المضادات الحيوية، وهل هناك رسالة المضادات للمواطن؟ نعم، المضادات زي ما أسلفنا يعني أنه تم تقسيمها إلى 3 مجموعات. نعم. مجموعة لا تصرف إلا في المستشفيات وللمرضى الداخلين. نعم. ومجموعة يمكن بيعها في الصيدليات بوجوب يعني وصفة طبية. نعم. يتم التدقيق عليها لاحقا، ومجموعة من المضادات الحيوية اللي ممكن أن يتم صرفها بوصفات طبية عادية. يعني كيف يستطيع يعني المواطن الاطلاع على هذه المجموعات وأيضا على يعني مثل من خلال صفحتكم؟ نعم، هي موجودة على الصفحة للمؤسسة، بالإضافة إلى أنه إحنا اشتغلنا عليها مسبقا من خلال لجنة تم تشكيلها في المؤسسة ومثلت وزارة الصحة. نعم. وإخواننا في النقابات الطبية سواء كانت نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة أطباء الأسنان. نعم. هؤلاء الأطباء اللي هم أصلا يعني لهم يعني دور مباشر في كتابة الوصفات. نعم. فبالتالي هاي الأدوية أو المضادات الحيوية إن لم تكن بوصفة لا يمكن إعطائها أو بيعها بشكل مباشر للمواطن. نعم. صح، راح يكون في هنالك تأثير على عملية التجارة بهذه المجموعة الدوائية. نعم. دكتور نزار، ما هي رسالتك للمواطن؟ الرسالة للمواطن إنه المضاد الحيوي يجب أن يكون موثوق من قبل طبيب. نعم. والأهمية في ذلك بدنا ننسى اليوم إنه إحنا في أدوية منشتريها ومنبيعها لغايات ربحية، أو أنه هذا الدواء ممكن ينعطى في عيادة الطبيب من دون رقابة ومن دون محاسبة. نعم. هاي المشكلة راح تكون عالمية وهي في تفاقم اليوم. نعم. يكون في ميكروبات تبطل تستجيب للمضادات الحيوية. طب شو احنا نساوي ساعتها؟ نعم. نرجع لنقطة الصفر، أنه لما كان في التهابات وإصابات بكتيرية أو ميكروبية ما يكونش في مضاد حيوي. نعم. اللي يغطيها. لذلك هاي التدابير المعني في سنها وتنفيذها ورقابة تنفيذها هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء. نعم. وإحنا أخذنا القرار يعني بناء على تشاور مع كل الجهات الصحية اللي معنية. نعم. والنقطة التنفيذية كانت في إصدار وصفات طبية بناء عليها ستصرف المضادات، وخلافا لذلك يكون تطبيق للعقوبات المترتبة عليه. نعم، بإذن الله تعالى. نشكرك دكتور نزار مهيدات، مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، على هذا التوضيح، وأيضا يعني احنا بنضم صوتنا إلى صوتك، هي أهمية المواطن أولوية قصوى في كافة المجالات. نشكرك دكتور نزار. أعزائي المشاهدين، دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم ننتقل إلى قضية أخرى، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم. الأرصاد الجوية، الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة، وتنضم إلينا ياسمين عبيد متنبئ جوي من دائرة الأرصاد الجوية نتحدث عن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة بإذن الله تعالى. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك أخ منجد وصباح جميع المشاهدين. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني ما زلنا تحت تأثير يعني عدم استقرار، خلينا نحكي الحالة الجوية، وفي ارتفاع في درجات الحرارة. نتحدث عن الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة بإذن الله تعالى.
نعم، يعني اليوم درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بحدود درجة إلى درجتين مئويات. نعم. الطقس بشكل عام رح يكون حار نسبي فوق المناطق المرتفعة الجبلية ومناطق السهول. نعم. بينما مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة الطقس رح يكون حار. نعم. بالنسبة للرياح رح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، أحيانا رح يكون فيها نشاط. لكن الفترة المسائية والليلية الطقس رح يكون لطيف الحرارة في مغلق نعم. أغلب مناطق المملكة وحار نسبي في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. نعم. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم عمان رح تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة كعظمى، بتنخفض بالليل إلى 21. نعم. المرتفعات الشمالية 31 إلى 16، مرتفعات الجنوب 32 إلى 17، مناطق البادية حوالي 40 إلى 24 ليلا. نعم. مناطق السهول 35 إلى 22، أما الأغوار والعقبة رح تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة، بالليل ما بين 28 إلى 29 درجة مئوية. نعم. بالنسبة لغدا الجمعة نهاية الأسبوع رح تنخفض درجات الحرارة لكن بشكل طفيف، رح تكون حول معدلها لمثل هذا الوقت من السنة. نعم. أو أعلى بحدود درجة واحدة. الطقس بشكل عام رح يكون حار نسبي في أغلب مناطق المملكة، لكن يعني يميل إلى الاستقرار منذ بداية الأسبوع المقبل بإذن الله. هو الطقس رح يكون حار نسبي في معظم مناطق المملكة. نعم. معظم أيام الأسبوع القادم. الأسبوع القادم. بالنسبة لمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة رح يكون الطقس حار. نعم. رح تظهر الغيوم غدا منخفضة في شمال وسط المملكة، أما الرياح فرح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. نعم. على فترات رح يكون فيها نشاط في معظم مناطق المملكة. نعم. بالنسبة للفترة المسائية رح يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، لكن بالأغوار والبحر الميت والعقبة رح يكون الطقس حار نسبي. نعم. بالنسبة لدرجات الحرارة غدا عمان رح تتراوح ما بين 30 درجة، بتنخفض بالليل إلى 21. نعم. المرتفعات الشمالية 30 إلى 16، مرتفعات الجنوب 31 إلى 17، مناطق البادية 39 إلى 24، أما الأغوار والعقبة فهي ما بين 41 إلى 42 درجة، بالليل ما بين 28 إلى 29 درجة. نعم. غدا أخ منجد بنحذر المواطنين في المناطق المرتفعات الشمالية. نعم. من تدني مدى الرؤية الأفقية في فترة الفجر وساعات الصباح الباكر، لأنه راح يكون في تشكل للضباب في تلك المناطق. نعم. ما هي رسالتك يعني للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة أبنائنا الأطفال؟ نعم. بالنسبة للمواطنين في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، كذلك بنحذرهم من درجات الحرارة المرتفعة، عدم التعرض المباشر وقت الذروة للشمس لفترة طويلة، يشربوا كميات كافية من السوائل. نعم. وبما أنه غدا يعني نهاية أسبوع ممكن المواطنين يكونوا يطلعوا للتنزه. نعم. إن ياهم يعني يأخذوا الحذر إنه ما يكون في يتركوا مخلفات الفحم أو أحقاب السجائر، رح يؤدي ذلك لنشوب حرائق في المناطق الثلجية والمناطق العشبية. نعم. ياسمين عبيد نشكرك أيضا على هذه الرسالة، وهي أيضا هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. ياسمين عبيد متنبئ جوي دائرة الأرصاد الجوية، نشكرك على هذا التوضيح. أعزائي المشاهدين دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم ننتقل إلى قضية أخرى. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، حيث حذر البنك المركزي الأردني المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير المرخصة لتجنب الوقوع ضحايا الاحتيال. ودعا البنك المركزي المواطنين لعدم التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة لتجنب التعرض لأي مخاطر كالاحتيال. وتنضم إلينا عبر الهاتف لمى السمهوري المدير التنفيذي لدائرة الحماية حماية المستهلك المالي. أهلا ومرحبا بك في برنامج يحدث اليوم. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا. صباح الورد. الله يعطيكم العافية. هلا والله. يعني ما هي رسالتك للمواطنين خاصة يعني الذين يقعون ضحايا للاحتيال؟ بداية يسعد صباحكم جميعا المشاهدين والمستمعين. نعم. الهدف من نشر رسائل توعية للمواطنين تحذيرها من الوقوع بالاحتيال.
من قبل مؤسسات تدعي وتروج لمنح تسهيلات وتمويل بشروط ميسرة أو عروض مغرية. نعم. تقوم عادة بطلب عمولات أو مبالغ مالية قبل منح التمويل. يأتي هنا دور البنك المركزي وتحديدا دائرة حماية المستهلك المالي في رفض مثل هذه الممارسات غير الآمنة. نعم. من هذه المؤسسات يتم رصدها من خلال الإعلانات المنشورة من قبلهم من قبل هذه المؤسسات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الشكاوى الواردة إلى الدائرة. نعم. ولا أثر ذلك يتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإجراء اللازم من قبلهم، منهم على سبيل المثال وزارة الصناعة والتجارة، مديرية الأمن العام، وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك حسب الحالة التي يتم رصدها. كما نقوم بالإضافة إلى متابعة الشكاوى ورصد السوق كدائرة بإجراءات استباقية. نعم. واحترازية من خلال متابعة مستمرة من قسم التوعية والتثقيف المالي في الدائرة لحماية العملاء من مخاطر هذه التعاملات. نعم. خلال حملات توعية وتثقيف مالي تستهدف كافة فئات المجتمع في جميع محافظات المملكة. نعم. كمان على يعني يتم هناك بث رسائل في يعني من خلال السوشيال ميديا، من خلال موقع البنك المركزي، من خلال المواقع وغيرها. نعم. يتم هناك بث رسائل لتنبيه المواطنين حول يعني مثل هذه الممارسات. نقوم باستمرار بنشر مثل هذه الرسائل. نعم. لتوعيتهم. نعم. وبالإضافة إلى نشر هذه الرسائل نقوم بعمل إحنا كدائرة حملات توعوية. يقوم فريق من الدائرة بإعداد و عمل حملات توعية في جميع محافظات المملكة. نعم. ولا مختلف فئات المجتمع. نعم. نستهدف النساء، الطلاب، ذوي الاحتياج الخاصة، الأطفال، جميعهم. نعم. على غير حملات توعية، على صعيد آخر تم إعداد دليل توعية في احتيال مالي باستخدام وسائل إلكترونية موجه للعملاء. نعم. دوركم ووعيهم في استخدام هذه الوسائل الإلكترونية بشكل آمن. نعم. كما استكمالا لدور البنك المركزي لحماية المستهلك المالي تم نشر رابط دليل القطاع المالي على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي. نعم. يحتوي على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة من قبله من قبل. نعم. البنك المركزي. فعلى المواطنين قبل التعامل مع أي مؤسسة أو بنك مراجعة هذا الموقع والاطلاع على الرابط. نعم. احنا نصيحتنا لكل مواطن قبل ما يخطو خطوه للتقدم لقرض او لتمويل مراجعه هذا الرابط لمعرفه اي مؤسسات والبنوك. نعم. المرخصه من قبلنا من قبل البنك المركزي. نعم. لما السمهوري المدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك في البنك المركزي، نشكرك على هذا التوضيح، وأيضا بنضم صوتنا إلى صوتك أن المواطن يعني يدخل إلى بوابة البنك المركزي ويطلع على ما هو معتمد وغير معتمد، ونشكرك على هذا التوضيح. أعزائي المشاهدين، دعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم ننتقل إلى قضية أخرى، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليافطات التي باتت تملأ شوارع المملكة بصورة ديمقراطية تعكس نشاطا انتخابيا إيجابيا ومميزا، علاوة بالطبع على أشكال الدعاية الانتخابية المتعددة عبر وسائل أخرى متعددة. الدعاية الانتخابية تعد أحد أهم مراحل العملية الانتخابية، ولكن هناك بعض المخالفات، حيث رصدت الهيئة المستقلة للانتخاب 1700 مخالفة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية. وللحديث أكثر حول هذه التجاوزات والمخالفات ينضم إلينا ناصر الحباشني، مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب. أهلا ومرحبا بك في برنامج يحدث اليوم. صباح الخير أخي ناصر. ناصر الحباشني، صباح الخير. صباح الخير لك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني هناك مخالفات تم رصدها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، نتحدث عن هذه المخالفات والتجاوزات، وهي الرسالة أيضا لتفادي مثل هذه المخالفات. سيدي، احنا منذ أن أعلن مجلس المفوضين عن قبول طلبات الترشح في الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة التي ترشح عليها 25 قائمة حزبية، وترشح على الدائرة المحلية 174 قائمة محلية ترشحت،
نعم. بدأت الدعاية الانتخابية، وسبقنا احنا في الجدول الزمني حتى تبدأ الدعاية الانتخابية مبكرا لإعطاء فرصة أكبر للأحزاب لعرض برامجها الحزبية والوصول إلى الناخبين في كافة الدوائر الانتخابية. نعم. لذلك ما بدء احنا الدعاية الانتخابية رصدناها تقريبا 2047 مخالفة منذ الدعوة لإجراء الانتخابات. نعم. هذا عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بدء الدعاية الانتخابية 750 مخالفة موزعة على مختلف المخالفات، هي تكون مخالفة لفتح مقرات أو التجمهر غير مشروع، أو إذا نعم. كانت هذه المخالفات تعليق يافطات في أماكن تعرض الأمن وسلامة المواطن للخطر. نعم. لذلك احنا يتم التعامل معها وفق الإجراءات التي نصت عليها التعليمات التنفيذية بمخاطبة دائرة الأحوال، بمخاطبة الأمانة العاصمة وكذلك الجهات المختصة. الجهات المختصة. نعم. 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 يعني ما يعني ما هي مثلا خلينا نقول ابرز الملاحظات التي تم رصدها يعني من خلال شاشه التلفزيون الاردني وبرنامج يحدث اليوم، يعني يجب التنويه اليها حيث يعني تكون بالحسبان من قبل المرشحين وايضا تفادي مثل هذه المخالفات. اهم هذه المخالفات التي يتم التعامل معها بشكل مباشر هي مخالفات تتعلق بتعريض سلامه المواطن للخطر، مثل ان تكون اليافطات تغطي الاشارات الضوئيه او تغطي نعم. الاشارات الشواخص يعني شاهدنا حقيقه يعني اخي ناصر شاهدنا هناك تجاوزات كبيره من خلال تعليق اللافتات والصور على بعض الشواخص المروريه وبعض الاشارات الضوئيه، وهي تشوه بصري ويعيق حقيقه ويعيق حركه المركبات ويعيق حركه الطرق من خلال تغطيه الاشارات الضوئيه. يعني ما هي الرساله اللي توجهها؟ نحن نوجه من خلال تلفزيوننا الأردني بنوجه رسالة إلى كافة القوائم المترشحة والمترشحين ضمن هذه القوائم والمترشحين في الدوائر الانتخابية في الدائرة الانتخابية العامة، أن تكون الدعاية الانتخابية تراعي فيها الأماكن التي حددتها الأمانة العاصمة وكذلك البلديات، وكذلك الابتعاد عن الإشارات الضوئية والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وخاصة نعم. التي يتم تعليقها في أماكن مرتفعة جدا، واختيار النوعية المناسبة التي نصت عليها التعليمات التنفيذية في مثل هذه المواد المستخدمة في الدعاية الانتخابية نعم. حتى عند سقوطها لا تؤثر على سلامة الناس وما تؤثر على كذلك على حركة السير نعم. وتعيق وتحجب الرؤية وتعيق حركة السير. هذه نعم. رسالتنا من خلال كل نوجهها للمواطنين، لأنه سيتم التعامل مع كافة المخالفات التي يتم التعامل معها بشكل مباشر وإبلاغ الجهات المعنية وضباط الارتباط، وهنالك لجان متخصصه مدربه موجوده في الميدان تتعامل يوما بيوم مع مثل هذه الاشكاليه. يعني مثل هذه المخالفات يعني ما يكون خلينا العقوبه التي توجه بحق مثل هذه المخالفات اذا استمرت، خاصه يعني شهدنا قبل ايام هناك بعض الدعايات كانت تسقط في الطريق وهناك تعيق حركه الطرق. نحن يتم التواصل مباشره مع القائمه المعنيه التي تخص مثل هذه الدعايه الانتخابيه وتصويب هذه المخالفه مباشره، ويتم التوثيق مثل هذا الإجراء ليتم الرجوع عليه عند الحاجة. نعم. إذا لم يتم إزالة هذه المخالفة مباشرة سيتم التواصل مع الجهات المعنية لإزالتها، وإذا تكررت مثل هذه المخالفة يتم استدعاء مفوض القائم المخالفة وإجراء المقتضى وفقا للتعليمات التنفيذية. نعم. عطوفة ناصر الحباشني مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب، نشكرك على هذا التوضيح، وهناك رسالة حقيقة نضمها صوتنا إلى صوتك، يجب توخي أيضا الحيطة والحذر في تعليق هذه اللافتات والدعاية الانتخابية، بالعكس هي منظر يعني هناك يعني يشرح النفس وتعبيرا عن الديمقراطية في الأردن وعن الانتخابات بإذن الله تعالى، ولكن يجب أن يكون هناك الالتزام بالقواعد والتعليمات التي تنشر. نشكرك عطوفة ناصر الحباشني على هذا التوضيح، ونبقى بنفس هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل سنذهب إلى أمانة عمان الكبرى. أمانة عمان تزيل 8740 لوحة انتخابية مخالفة. نبقى في نفس الوضع والدعاية الانتخابية والتجاوزات التي تحدث في كافة محافظات المملكة وأيضا في العاصمة عمان، والحديث أكثر يعني الحديث عن حول هذا الموضوع والتجاوزات ينضم إلينا المهندس محمد الفعوري نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان الكبرى. أهلا ومرحبا بك في برنامج يحدث اليوم. صباح الخير مهندس محمد. الله يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية.
يا هلا. يعني شهدنا هناك حقيقة صورة حضارية، وهناك صورة ديمقراطية بالمشاركة، ولكن هناك بعض التجاوزات على الطرق، وهناك حقيقة يعني صورة مشوهة يعني للبصر، وأيضا تعتبر يعني من يعني أضرارا بالمواطنين من خلال تعليق اللافتات وبعض الدعاية الانتخابية. فدوركم كأمانة عمان الكبرى في مثل هذه الحالات والتجاوزات. سيدي صباح الخير لك وللإخوان العاملين معك ولجميع الإخوة اللي عم بيشاهدونا عبر شاشة التلفزيون الأردني. منذ بدء الحملة الانتخابية صدر تعميم من معالي أمين عمان الكبرى يحدد المواقع التي يسمح باستعمالها لغاية الدعاية الانتخابية. هناك كان توضيح أيضا أنه يمنع تعليق اللافتات الانتخابية على أعمدة الكهرباء، وهذا يشكل خطر على السلامة العامة، على المواقع اللي بتحجب الرؤية، على التقاطعات، سروس الإشارات الضوئية، الشواخص الإرشادية والتحذيرية والإلزامية. منذ بدء الحملة أو حملة الدعاية الانتخابية سيدي، هناك تنسيق ما بين أمانة عمان وهي مستقلة للانتخاب. هناك عمل جاري على مدار الساعة، على مدار الـ 24 ساعة. نعم. لأنه اللي قاعد بيصير الآن سيدي للأمانة خلينا نحكي هو لا يليق بالتطور الحضاري اللي موجود لمدينة عمان. بتعرف إحنا حتى مش بس لعمان، لبقية المحافظات، إحنا الآن في أمانة عمان. عمان الآن صار لها دور على مقياس المدن الذكية. نعم. الحمد لله احنا طرحنا الحزمة الاولى من مشروع المدينه الذكيه او لعمان مدينه ذكيه، فهذا لا يواكب الحداثه والتطور لمدينه عمان. نعم. هناك محددات، تم منع تعليق الدعايه الانتخابيه على اعمده الاناره، على الاشجار، على التقاطعات بشكل يحجب الرؤيه، على الاشارات الضوئيه. بيتم التعامل مع اللوحات المخالفه بالتعاون ما بين امانه عمان وهي مستقل الانتخاب. نعم. بدي أذكر لك أنه جزء كبير من هذه اللوحات طبعا هي تزال يا بفعل فاعل أو من خلال الظروف الجوية، يعني يا من خلال عبث أو من خلال ظروف جوية، وبالتالي للأسف عدم تثبيتها بصورة جيدة بنلاقي اللوحة بتكون موجودة بالشارع، بتكون موجودة على الرصيف بشكل يعيق حركة المشاة أو يعيق حتى حركة المركبات والمتسخة. نعم. عطوفة محمد الفعوري، يعني شهدنا حقيقة يعني شهدنا هناك خاصة يعني بدأت تشتد الدعاية في خاصة في العاصمة عمان، وشهدنا هناك يعني الدعاية في مختلف أشكالها على الإشارات الضوئية وعلى الشواخص المرورية. هذه اللافتات أيضا شهدنا سقوط بعض مثل هذه اللافتات على الطرق، وأيضا تعيق حركة المركبات. يعني لا قدر الله أن هناك حادث سقطت إحدى اللوحات وكانت هي سبب حادث، من يتحمل المسؤولية؟ يعني سيدي لغاية الآن وضع طبيعي، هلا الآن نحكي بأمور قانونية، المسؤولية تقع على عاتق من، لكن الآن احنا على جولات مستمرة خلال 24 ساعة عشان نتلاشى. نعم. لا سمح الله الوصول لهذا الحد. هناك نعم منلاقي للأسف في بعض المرات عدم تقيد بتعميم معالي أمين عمان الكبرى. الآن احنا بصدد تعليمات معالي الأمين كانت واضحة، الآن بصدد إصدار نظام. هذا النظام يحدد المواقع، يعني في المرات القادمة إن شاء الله ما راح يكون المواقع مفتوحة بكل أنحاء عمان لوضع الدعاية الانتخابية. نعم. هناك مواقع محددة، مواقع جغرافية محددة يسمح باستعمالها لإجراء الدعاية الانتخابية. نعم. الآن مع الوضع القائم اللي موجود الآن زي ما قلت لك، هناك جولات على مدار الساعة، فرق أمانة عمان تعمل على مدار 24 ساعة. نعم. هناك تعاون ما بين أمانة عمان وما بين الهيئة، بتم إزالة أي صورة بتمثل خطر على السلام العامة ومخالفة لتعميم معالي أمين عمان. نعم. الكبرى يتم. نعم. إزالتها وبالتالي الاحتفاظ بها بمستودعات تتبع لأمانة عمان الكبرى وتسلمها. نعم. إما للمرشحين أو للهيئة. هلأ ما بعد إن شاء الله انتهاء الانتخابات وهذا العرس الديمقراطي، إذا سمحت لي، إذا تم هناك رصد بعض المخالفات من أحد يعني أن المرشحين للانتخابات، يعني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، ما هي الإجراءات؟ أنا تحدثت معك إذا كان هناك سقوط بعض اللافتات أو بعض الدعاية الانتخابية على الطرق، وما هذا حقيقة شاهدناه في الطرق وشاهدناه يعيق حركة المركبات، وشاهدناه أيضا هناك يعني كان سببا في أحد الحوادث. السقوط بكل لحظة سيدي. نعم. هلا موضوع السقوط أنا نبهت من البداية، ألا يكون هناك إجراءات رادعة من كافة الجهات المعنية، ما بين الهيئة وما بين الأمانة وما بين إدارة السير؟ صح. شوف احكي لك شغله، هلا الاجراءات الرادعه تكون من خلال الهيئه المستقله للانتخابات بحينه،
تمام. لكن احنا كمان تعمال الكبرى انت بتعرف الان بعد الانتهاء العملية الانتخابية يتم حصر ما تم ازالته ولا جميع المرشحين، تمام. نعم. ثم اتخاذ الاجراء المناسب. الان نصف العدد اللي انا اعطيتك اياه واكثر يتم التقاطه عن الارصفة والشوارع. نعم. نتيجة السقوط. الان حتى على درجينات الانفاق هناك حملات مكثفة لا سمح الله، يعني من خاف من سقوط احد هذه اللوحات الدعائيه داخل الانفاق على مركبه. نعم. موضوع استعمال اعمده الاناره بشكل عالي، انت بتعرف عمودي الاناره لما نحكي 12 متر وبالتالي انا احط عليه ثقل ووزن بظروف جويه. نعم. غير هيك ايضا يعني تشوه بصري، اعاقه للطريق، اعاقه للب... واذا بتذكر بالدوره الانتخابيه قبل دورتين انتخابيات ادت بعض اللافتات لسقوط بعض اعمده الاناره. نعم نعم نعم. كانت للاسف ساعدت على السقوط. نعم. فبالتالي اللي بتمناه من اخواننا المواطنين الان. نعم. هل هناك اي رساله بتحب توجهها كلياتنا شركاء خاصه في مثل هذه يعني العمليه الانتخابيه، هل هناك رساله بتوجهها للمرشحين وخاصه العاملين على تنفيذ مثل الدعايه الانتخابيه في الطرق، هل هناك رساله؟ نعم سيدي، اول شيء انا بدي استغل التلفزيون الاردني، هو يعني التلفزيون اللي انا باعتقادي اعلى مشاهده داخل المملكه. انا من خلالكم سيدي وجميعنا شركاء مثل ما انت تفضلت بدي اتمنى من الاخوان القائمين على موضوع الحمله الانتخابيه، نعم، اختيار المواقع الصحيحه، المواقع التي لا تؤثر سلبا على السلام العام، نعم، اختيار المواقع التي لا تحجب الرؤيه، اختيار المواقع التي لا تؤدي الى لا سمح الله خلع الاشجار او عقدها، نعم، اختيار المواقع اللي حتى لو لا سمح الله صار سقوط للوحه ما تاثر لا حركه المشاه ولا السلام المروريه على الشارع، نعم، هاي بمجملها تجنب تعليق الدعايه الانتخابيه ومظاهر الدعايه الانتخابيه على اعمده الاناره خصوصا على ارتفاعات عاليه. نعم. لانه مع الارتفاع الزائد والوزن هناك علاقه طرديه انه بخف ثبات العمود. نعم. فبالتالي اللي بتمناه من اخواننا المواطنين التقيد بهذه الشروط، تقيد بالشروط اللي فرضتها اماره عمان والهيئه المستقله للانتخاب لموضوع استعمال الميادين والشوارع للدعايه الانتخابيه. نعم، نشكرك المهندس محمد الفعوري نائب مدير المدينه لشؤون المناطق والبيئه في امانه عمان الكبرى، ونضم صوتنا الى صوتك، ويجب ان نكون كلياتنا شركاء ونعبر بصوره حضاريه التي تعكس صوره الاردن وخاصه عمان. نشكرك، دعونا نذهب الى فاصل ومن ثم ننتقل الى قضيه اخرى، كونوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونذهب إلى شفا بدران عدم وصول المياه في منطقة الكوم منذ 5 أسابيع. والحديث أكثر ينضم إلينا المواطن عيسى العمري، وأيضا عروة الفلايلة مدير الاتصال والتوعية المالية شركة مياه هنا. أهلا ومرحبا بكم في برنامج يحدث اليوم. بداية نستمع من المواطن عيسى العمري عن هذه المشكلة والتحديات أيضا التي تواجههم في عند اللجوء للمسؤولين. أهلا ومرحبا بك أخي عيسى. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا. يعطيكم العافية. الله يعني وردت هذه القضية لبرنامج يحدث اليوم، عدم وصول المياه منذ 5 أسابيع لمنطقة الكوم. نعم صحيح. نستمع منك على الهواء مباشرة عن هذه القضية، وينضم إلينا أيضا عروة فلايلة مدير الاتصال والتوعية المائية في شركة مياه هنا، أيضا يستمع لهذه القضية مباشرة. من 5 أسابيع أستاذ لم تصلنا المياه إطلاقا. 3 أسابيع. لا على الأرض ولا على الطوابق العليا. نعم. إطلاقا، يعني المي ما بتيجي. نعم. مشكلة، ونقدم شكاوى كل أسبوع، بنقدم الشكوى بتابعوها بكل احترام ومحبة، لكن للأسف ما في نتيجة، ما في. نعم. واقع على الأرض يقول لنا والله في مي بدها تيجي بعد أسبوعين بعد 10 أسابيع، ما في. احنا بنشتري المي المتر بمعدل 5 دنانير كل متر، يعني بنشتري. نعم. التانك 8 متر ب40 دينار. نعم. ما بيتم تزويدكم من قبل شركة مياه هنا؟ يا سيدي بنطلب المي من عندهم، بقول لك بدك تدفع ثمنها. نعم. زائد انه بيجي التانك بقول لك ما معي بربيش، طب انا كيف بدي اطلعها، وين بدي احطها، وين يعني مثل هذه الملاحظات عند تزويد المياه من قبل شركة مياه هنا يتم يعني اطلاع المسؤولين على مثل هذه الملاحظات؟ نعم. خاصة انها هي شركة وعطاءات. نعم. احنا نعم. بنقول لهم انه احنا بالطابق الرابع ما عندنا خزانات ارضية لعدم وجود هاي الخزانات. نعم.
بيقول لك بيجيك تانك بيجي نعم. تانك لهون بيقول لك أنا ما معي بربيش يوصل للطابق نعم. الرابع نعم. يعني هاي مش حل المشكلة أخي عيسى إذا سمحت لي يعني كان في متابعة من قبل برنامج يحدث اليوم قبل عام وعمل تقرير نعم بالضبط وإجوا تحقيق وبنفس اليوم وصلت المي وكانت تطلع للطابق للسطوح للطابق الرابع نعم ممتازة نعم لكن بعدين من شهر شهر وشوي ما عادت تيجي نهائيا نعم جماعة يعني من بعد زيارة برنامج يحدث اليوم قبل عام عادت المياه إلى طبيعتها والآن عادت نعم. قبل شاركة نعم. 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 نعم هل هناك بتحب تضيف أي ملاحظة أخرى؟ يا سيدي إحنا بندفع اشتراكاتنا ندفع تكاليف المياه اللي بنستخدمها ما نعم. عندنا مشكلة بهاي الأمور مشكلتنا بأنه المي ما بتوصل الإخوان نعم. كثير كويسين اللي بتابعوا المياه هنا من تقديم الشكوى لمتابعتها لكن ما في على الواقع ولا أي خبر ما في تنفيذ على الواقع لا أبدا نعم. دعنا نستمع من عروة فلايلة حول هذه مدير الاتصال والتوعية المائية في شركة مياه هنا حول هذه القضية وأيضا نستمع ما هي الحلول صباح الخير عطوفة عروة صباح الخير صباح الورد سيدي الله يعطيكم العافية عافية عمرك بارك استمعت من المواطن حول القضية التي وردت لبرنامج يحدث اليوم في منطقة نعم. الكوم عدم وصول المياه منذ 5 أسابيع يعني دوركم كشركة مياه هنا في حل مثل هذه القضايا وخاصة المواطنين القاطنين في هذه المنطقة سيدي العزيز الله يصبحكم الخير جميعا الله يصبح. أنا أطلعت مع حضرتك بمثل هذا الوقت من العام الماضي نعم. بخصوص منطقة الكوم وكان هناك في مشروع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب في هذه المنطقة ولما طلعت معكم السنة الماضية يعني كنا إحنا استلمنا الشبكة وتم تشغيلها من شهر 8 السنة الماضية نعم تم تحسين التزود المائي بشكل كبير في هذه المنطقة والتقارير اللي عم توصلنا من مركز الشكاوي الموحد الشكاوي في هذه المنطقة تكاد تكون شبه معدومة نعم شكاوي فردية يعني مش كثير كبيرة بنقدر نتعامل معها يعني بتحكي إذا سمحت لي بتحكي هناك شكاوى فردية هل هناك يعني توصل المي للمنطقة كاملة كويسة بس بعض الأماكن أو بعض البيوت لم تصلها 100% هذا هو المقصود ما السبب هل تم الكشف من قبل شركة مياه هنا طبعا زي ما ذكر أخونا عيسى إنه شبابنا بيروحوا دائما كل ما يقدم شكوى بيروحوا هناك وبتأكدوا أنا تأكدت من سجل الشكاوى اللي قدمها أخونا عيسى نعم أخونا عيسى يعني استهلاك العمارة كلية جيد نعم. عم توصل المي لكل جيرانه بشكل ممتاز باستثناء نعم. هو لأنه لا يوجد خزانات أرضية وأنتم بتعرفوا أخوي من جد إحنا في فترة الصيف وزيادة الطلب على الاستهلاك ممكن إنه ما توصل للخزانات العلوية فدائما بننصح يفضل إنه يكون في خزانات أرضية عشان يستمر التجويد المائي بشكل معتاد ويأخذ نعم. أخواننا المواطنين كفايتهم. نعم احنا راح نتاكد كمان مره مع اخونا عيسى راح الشباب اليوم يرجعوا يشوفوا بس انا اذا سمحت لي ان تبقى معي على الهاتف ومعنا ايضا اخي عيسى العمري نعود الى اخي عيسى معنا على الهاتف اخي عيسى نعم معك يعني كما تحدث عطوفة عروة فلايلة حول هذه القضية بأن هناك هاي مشاكل فردية وليست لا يعني مش بالعموم مشاكل فردية هذا تهرب من المشكلة هل هناك يعني بيوت جميع البيوت لم تصلها المياه يا أستاذ عروة كل البيوت ما بتصلها المي نعم. لا تحت على الساعات ما تتحرك ولا نعم. بتيجي المي إطلاقا حتى تحت يعني مش إنه موضوع البنايات أو علو جاء موظف من شركة مياه هنا اسمه محمد العموري وكشف على الساعات لقى إنه ما بتصل المي نعم. قال لي أنا نازل أشوف لوين واصل المي نعم وبرجع لك وراح وما رجع نعم ولا رد خبر انت عندك خزانات ارضيه يا سيدي ما في خزانات يعني الامانه ما بعرف ليش سكتت عن موضوع ما في مكان للخزانات الارضيه اها انت ما عندك خزانات ارضيه لا وبتصل المي عادي اذا بتجيبوها بشغلوا المضخات يبدو انه مياه هنا بتوفر المضخات لامور اخرى ما في مضخات يشغلوها موجود عندهم مضخات نعم. بس ما بيشغلوها نعم تصل المي كل المنطقة أستاذ لا يقول لك شغلة فردية أنا بحلها بشتري مي على حسابي نعم دعنا نعود إلى المهندس عروة فلايلة مدير الاتصال أخي بعدك معنا عطوفتك
معك سيدي معك. يعني استمعت من المواطن عيسى العمري حوله بقول لك يعني مش أنا لحالي، المنطقة كاملة ما بيصلها المياه. بعدين في نقطة مهمة جدا، برنامج يحدث اليوم قبل عام عمل تقرير عن هذه المنطقة والمي رجعت إلى مجاريها الطبيعية، ولكن هذه المعاناة عادت يعني بمثل نفس الوقت من العام الماضي. يعني ما هي الحلول؟ سيد عزيز زي ما ذكرت لك قبل شوي إنه إحنا بفترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الاستهلاك، نعم، أغلب الخزانات المواطنين بتكون فارغة، فلما تكون يجي دور المي الكل بيعبي، فأول ما توصل المي الكل بده يعبي خزاناته. نعم. إذا ما كان في خزان أرضي يعني يفضل يكون خزان أرضي، إذا ما كان في خزان أرضي يصعب وصول المياه للطوابق العلوية. نعم. ما هو برأيك زيادة الطلب على الاستهلاك هو، نعم، فقط زيادة الطلب على الاستهلاك، يعني لا يوجد سبب آخر. تم إعادة تأهيل الشبكة من العام الماضي، نعم، تحسين التزويد المائي للمنطقة بشكل عام. نعم. احنا راح نتابع اخونا عيسى وراح نتابع اذا في شكاوى من المنطقه، بس انا باكد لك حسب تقارير مركز يعني افهم انه راح تجيهم المي باذن الله. باذن الله ان شاء الله تعالى. ما هو يعني بدنا حل؟ الحل زي ما حكيت لك سيدي، احنا تم اعاده تاهيل الشبكه من قبلنا، مياهنا عملت الدور المطلوب منها، عم بتوصل المي لعند العداد. بعدين في شغله مهمه، يعني في ملاحظه مهمه لازم اورد لك اياها. تحدث المواطن بانه هناك يتم تزويد صهاريج مياه وتنكات مياه لهذه البيوت ولم يكن معهم يعني بربيش يوصل للطابق الرابع. يعني هل الشركات او العطاءات اللي تحيل من قبل شركه مياه هنا الا يتم متابعتهم بمثل هذه القضايا؟ يتم متابعتهم، سيتم التاكد من هذا الموضوع. وهذا يعني بقول لك انا بوصلني السهريج بس ما معه بربيش يدخ لي على الطابق الرابع. نعم سيدي، انا راح اتاكد من هذا الموضوع باذن الله تعالى. نشكرك على تجاوبك باذن الله تعالى، ننتظر حل سريع. يعني يعني اهلنا في منطقه الكوم ان شاء الله تعالى كما وعد المهندس عروه فلايلي مدير الاتصال والتوعيه الماليه في شركه مياه هنا، باذن الله تعالى سيكون هناك الكشف القريب على هذه المنطقه وستكون هناك الحلول الانيه في منطقه الكوم. اعزائي المشاهدين، مع هذه القضيه نكون قد وصلنا الى نهايه برنامج يحدث اليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته.